القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بك أصبحنا تقدم في زاويتنا الأسبوعية زاوية تقنية. نستضيف مدير مركز ركن الحوار المهندس ماجد بن سعد العصيمي. السلام عليكم مهندس ماجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعد الله صباحك. أسعد الله أيامكم وصبحكم بالخير جميعا الأخوة في الاستوديو والأخوة والأخوات المستمعين. الله يحفظك. كثير من التساؤلات اليوم عن ما يقدم في البرنامج للحلقات القادمة واقتراح لبعض المواضيع. كثير من الرسائل التي وصلت عن الدعوة، دليل أن هناك يعني حمل لهم الدعوة وإيصال الدين للمسلمين. حدثنا عن الدعوة عبر الإنترنت، وأنتم تديرون مركز ركن الحوار، كيف أو ما هو الطريق الذي سلكتموه في هذا المركز؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن الدعوة عبر الإنترنت أصبحت حاجة ملحة في هذه الأوقات، بل أنه في السنوات الأخيرة هناك توجه كبير من الجهات الدعوية سواء داخل أو خارج المملكة لاستغلال مثل هذه التقنيات للوصول إلى شريحة أكبر من غير المسلمين أو حتى من المسلمين الجدد الذين يحتاجون إلى عناية. المركز ركن الحوار أسس ليكون مركز إسلامي افتراضي يعمل بالكامل عبر الإنترنت، فكل مشاريع المركز التي سأذكرها باختصار بسيط الآن في أقل من دقيقة كلها تعمل عبر بيئة الإنترنت، بحيث تستطيع التفاعل مع المستفيد النهائي وإيصال رسالة المركز إليه بكل سهولة. المركز قدم 3 مشاريع في السنتين الماضية. الأول مشروع كان موجه لغير المسلمين وهو خدمة حوارية مع غير المسلمين، وبفضل الله تعمل هذه الخدمة الآن بعدة لغات، وبفضل من الله في الأشهر الأخيرة وصل معدل المسلمين الجدد عبر هذه الخدمة إلى 4 إلى 5 أشخاص يوميا. ما شاء الله. خلال الـ 600 يوم الماضية أسلم قرابة 1600 شخص عبر هذه الخدمة من أكثر من 100 دولة حول العالم. ما شاء الله. المشروع الثاني من مشاريع المركز هو أكاديمية افتراضية لتعليم المسلمين الجدد والعناية بهم، ويدرس أو يحاضر في هذه الأكاديمية نخبة من دعاة أهل السنة والجماعة المتحدثين باللغة الإنجليزية حول العالم، أمثال الشيخ يوسف أستس والدكتور جمال زربوز والدكتور محمد صلاح وغيرهم من الدعاة. هؤلاء الدعاة والمحاضرين يحاضرون في هذه الأكاديمية من حال العالم، والمستفيد هو المسلم الجديد أيضا حول العالم. الآن عدد المسلمين الجدد المستفيدين من هذه الأكاديمية أكثر من 3000 مسلم جديد من قرابة 60 دولة أيضا حول العالم. المشروع الثالث مشاريع المركز هو أيضا أكاديمية، ولكن لتأهيل المعرفين بالإسلام أو تأهيل الدعاة. وبإذن الله تعالى في رمضان سنطلق النسخة النهائية من هذه الأكاديمية. خلال السنتين الماضية تم تدريب قرابة 700 شاب وشابة فقط في المنطقة الشرقية، لكن بإذن الله تعالى في رمضان القادم ستطلق الأكاديمية الافتراضية، بحيث يمكن تأهيل وتدريب الشباب أيضا افتراضيا وعبر الإنترنت. هذه المشاريع تم تأسيسها خلال السنتين الماضية، وهناك توجه أيضا لتأسيس عدة مشاريع أخرى بإذن الله تعالى بيئة العمل فيها الرئيسية هي الإنترنت. من ناحية تفاعل المستخدمين أو المستفيدين، التفاعل لا يوصف حقيقة، ولم نكن نتخيل أن طبعا كنا بناء على الإحصاءات والتقارير والدراسات الأولية لبيئة الإنترنت نعلم أن هناك أعداد كبيرة، ولكن لم نكن نتوقع هذا التواصل القوي من قبل المستفيدين عبر مثل هذه التقنيات. لا زال المركز يحاول أن يستوعب هذا الكم الهائل من المستفيدين. نسأل الله التوفيق والإعانة. اللهم أمين. مهندس ماجد، اللغات إلى الآن كم لغة أنتم بدأتم بها؟ خطة المركز خلال السنوات الأولى أن يتم الخدمة المستفيدين 14 لغة. في السنتين الأولى تم إضافة 4 لغات إلى الآن، وفي هذه السنة اللي نحن فيها الآن بإذن الله تعالى سيتم إضافة أيضا 3 لغات جديدة، ومستمرين في إضافة اللغات بإذن الله تعالى. جميل. أنا بودي أتساءل، ما شاء الله يعني المتابع لحسابكم على تويتر، أنا صراحة أنصح المستمع الكرام أن يتابعون لكي يستبشروا بالأعداد الكبيرة التي تدخل ما شاء الله تبارك الله. طبعا الحساب تويتر لو يبحث الشخص مركز ركن الحوار باللغة العربية سيجد الحساب. بفضل الله تعاون الإخوة والأخوات عبر تويتر أعاننا أيضا في إيصال الخدمة لغير المسلمين. جيد. وبعد فتح الحساب قبل قرابة 6 أو 7 أشهر زاد معدل الداخلين في الإسلام بفضل الله تعالى، ولا شك أنه هنا بالفعل العمل المشترك والتكامل بين الجميع سواء أفراد ومؤسسات. جميل. مهندس ماجد، نختم مع هذه البشائر الجميلة، وأنتم لم تكونوا تتوقعون هذا الحجم الهائل من التفاعل، ماذا عن خططكم المستقبلية بعد هذه البشائر؟
نطمح حقيقة لاستمرار إضافة اللغات لكل المشاريع بشكل حسب الخطة اللي كانت موضوعة، وكذلك هناك مشروع قادم بإذن الله تعالى في مجال الإعلام الجديد موجه لغير المسلمين، لا زال المشروع تحت الدراسة، وبإذن الله تعالى نبشركم في نهاية هذا العام بتدشين هذا المشروع بحول الله بإذن الله عز وجل. نحن نشكركم مهندس ماجد بن سعد العصيمي مدير مركز ركن الحوار، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم.